صباح الخير، هالة خيار مديرة مزاد بريستيج في دبي، اخصائية فن عربي وايراني وتركي. اليوم نحن عم نركب اللوحات لنفتتح غدا للجمهور بمزاد تقريبا رقم 31 بالامارات العربية المتحدة. نحن بدينا من 2006 ومنعمل مزادين دوريين بالمنطقة الشرق الاوسط، بنحط اعمال عربية من الحداثة والمعاصرة العربية، فنانين من سوريا، لبنان، العراق، فلسطين، مصر، تونس، الجزائر، كل المنطقة العربية، زائد طبعا فنانين لرواد الفن الإيراني. وعندنا طبعا مزاد كمان للساعات ومزاد للقطع الثمينة. نحن موجودين لمدة أسبوع في فندق أبراج الإمارات بمدينة دبي. دار كريستيز دار عريقة جدا، دار بريطانية للمزادات، أسست بعام 1766، فدار عمرها 250، أكثر من 250 سنة. وطبعا هي دار انتشرت بكل عواصم العالم المهمة. فبال 2006 طبعا دبي كانت على خريطة العالم ومدن الجميلة اللي واحد ممكن يقدر يشتغل فيها بشفافية مطلقة مثل ما بيصير في شغل بأوروبا وأمريكا، فقررت دار إنه يكون لها فرع هون. ولحنا ما زلنا مستمرين بعد 12 سنة، الحمد لله في اقتناء حقيقي للفن الثمين بالمنطقة وفي وعي فني جدا مهم. عندنا طبعا لوحات لرواد من الفنانين اللبنانيين، مثلا بول جراغوسيان، إيفيت أشهر. عندنا ثلاث أعمال جدا مهمين للفنان السوري الراحل مروان قصاب باشي. عندنا لوحة جميلة جدا لفنان لبناني اسمه ويلي عرقتنجي، يتصدر غلاف الكتالوج فنانة لبنانية اسمها إيفيت أشقر. أول مرة بنحط لوحة لفنانة سيدة يعني عربية، لوحات لفاتح المدرس من سوريا. عندنا مجموعة لفنانين فلسطينيين للمرة الأولى المعرضة بهذا المزاد. يعني طبعا عندنا 85 عمل، يعني فبعزم الكل انه يجوا على فندق أبراج الإمارات ويتفرجوا عليهم. نحن لما بدينا ب 2006 الى اليوم نحن تقريبا معنا اكثر من 3500 عمل فني من المنطقه، معناتها هدول 3000 عمل هم توثقوا وتصوروا وصاروا اليوم مجموعات خاصة. كريستيز عندها هي المعلومات اللي هي جدا مهمة للموروث الثقافي العربي اللي هو احنا يعني اؤتمنا عليه بفترة معينة من الزمن ورجعنا سلمناه لمقتنين جدد. فطبعا هذا رقم هائل ب 12 سنة، مبيعاتنا تفوق ال 200 مليون دولار ب 12 سنة. هذا المزاد صغير، هو تقريبا بده يرصد مليونين ونص دولار، فبنتمنى انه نحصلهم بنهاية هذا الاسبوع. حيكون مزاد يوم السبت ب 23 شهر 3. لحنا صراحة بهال 12 سنة قدرنا نوصل لتقريبا معادلة متساوية، عندنا 50% من المقتنين من العرب من المنطقة العربية و 50% من المقتنين من الأجانب، يعني من الآسيويين والأمريكان والأوروبيين. وهذا شيء كتير مهم لأنه بيورجي أنه صار في حقيقة خلق جسر تواصل ثقافي حقيقي بين الشعوب. أنا بحب أوضح للعالم فكرة أنه المزاد العالم بتفكر أنه هو بس للأثرياء واللي بيقدروا يقتنوا الأعمال، ولكن نحن عنا أعمال تبدأ من 1000 دولار وتنتهي ب 400-500 ألف دولار. فبتمنى من الكل اللي عنده اهتمام أنه يجي يتفرج يتعلم يسأل عن الأخصائيين. نحن بنحب نحكي لهم عن الأعمال ويعني ما يستحوا وتنتشر هاي الثقافة أكثر وأكثر.